إليكم تفاصيل وسبب وقف مسلسل الملك اللي كان المفروض يعرض على قناة الجي ام سي. المسلسل كان بطولة عمرو يوسف وكان بيحكي نضال الملك أحمس ضد الهكسوس. تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا ابداء رأيكم. أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقف مسلسل الملك وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، وذلك لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو والحوار وإبداء رأيهم. ولذلك فلن يتم عرض مسلسل الملك في شهر رمضان 2021. فبعد أن تم طرح البريمو أو البوستر الرسمي للمسلسل وهو مسلسل الملك، لن يتوقف الجدل وزاد حدة الهجوم على المسلسل. المسلسل اللي كان بيتناول بطولات الملك أحمس ضد الهكسوس، وكان مقرر عرضه على قناة الام تي في في رمضان المقبل. وإليكم أبطال المسلسل. المسلسل كان بطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، صبا مبارك، محمد فراج، ريم مصطفى، محمد لطفي، محمد علاء، مها نصر، وباسل الزوار، أمير صلاح الدين، ياسين السقا. ويعتبر ياسين السقا أول ابن طبعا الفنان أحمد السقا، فده أول عمل يظهر فيه، ومعتز هشام. بعد طرح بريمو الملك انقسم الجمهور لقسمين، قسم مؤيد للمسلسل وقسم تاني كان معارض. القسم المؤيد أشاد بالديكورات الفرعونية والدقة في اختيار الملابس والبريمو، وان هو المسلسل أظهر قوة الجيش المصري في حروبه ضد الهكسوس وسيطرة أجواء من الإثارة والتشويق والمعارك اللي خاضها الملك أحمس ضد الهكسوس. كانت فئة أخرى معارضة لفكرة المسلسل، فهم يرون أن المسلسل لابد من مراجعته تاريخيا قبل عرضه لأنه بيحكي قصة تاريخية ربما تكون حدثت بالفعل.